تغيير مجال الرؤية والتأثيرات البصرية. مثل ما قلنا أن برنامج سيفل 3D هو برنامج كائنية التوجه، أي بمعنى أن جميع العناصر تقوم بإضافتها بحد ذاتها راح تشكل عندك بأكثر من طريقة. أي بمعنى الآن أنا لما قمت برسم هذا الشارع، أوكي، على أساس يكون عندك خط، والآن تلاحظ أنه خط مقسم عندك على مجموعة الاستيشنات. في الحقيقة أنا أستطيع أنه أقوم بالتحويل إلى وضع آخر، فراح يبدي يعرض لك يعني هذا الأوبجكت أو هذا الكان مثل ما موجود عندك في الحقيقة. لو تلاحظ عندك هذا الفيو كيوب وتستطيع الوصول إلى من خلال الفيو، تلاحظ أنه عندك مجمل هذه الأدوات من خلالها تستطيع أنه تقوم بإظهار أو إخفاء الفيو كيوب أو الضغط هنا على هذه وعرض أو إخفاء الفيو كيوب. هذا الفيو كيوب تستطيع من خلاله أن تقوم بمشاهدة البروجكت الخاص فيك أو مجال الرؤية من خلال مختلف الاتجاهات اللي موجودة عندك ومختلف الأوضاع، وتستطيع الضغط على أيقونة الهوم حتى يبدي يرجعك إلى وضع الهوم اللي هو الوضع الأساسي 3D. أوكي، تعمل زوم وزوم آت بالأمور المتعارف عليها تعرفنا عليها سابقا. هذا الكلام تستطيع أن تقوم بهنا يعني الضغط على سبيل المثال كوستمي فيو، هذا هو الكوستمي فيو، تستطيع أن تغييره إلى أي فيو. على سبيل المثال أشاهده من التوب، أختار توب راح يبدي يعرض لك التوب. أبدي أغيره أشاهده على سبيل المثال من الليفت، يمكن أنه تختار ليفت حتى تشاهد من الليفت وهكذا. الآن خلينا أضغط على هذه أو الأيقونة الخاصة في الهوم حتى يبدي يعرض لي في الوضع اللي هو 3D يكون عندك. طيب تلاحظ أنه الآن هي خطوط يعني في الأساس لم تتشكل عندك مثل ما موجودة عندك في الحقيقة، لكن أستطيع أنه فقط أغير وضع الفيجوال ستايل الخاص فيها من خلال الضغط هنا، ثم بعد ذلك اختيار أي وضع آخر. على سبيل المثال أختار إلي لايستيك مثل ما موجود عندي في الحقيقة، فراح يعمل لك ريندر على الفيو. وبالتالي لو تلاحظ أن الآن هذا الشارع أو هذا الرود اللي إحنا مثل ما شفنا لاحظه سابقا، فأصبح عندك هو موجود عندك قريب يعني تجسد عندك مثل ما موجود عندك في الحقيقة. هذه الأمور كلها تستطيع الوصول إليها من خلال الفيو. تلاحظ أن هنا أنا عندك النافيجيشن 2D، تستطيع أن تعمل بين وأوربيت وإكستند، أوكي، وتستطيع أن تشاهد من الأعلى والبوتوم والليفت، وأيضا عندك هنا الفيجوال ستايل اللي هي نفسيتها موجودة عندك هنا، تستطيع أنه تضغط على القائمة المستدلة وتشاهد البروجكت بالشيء اللي أنت تريده. على سبيل المثال عرضه على أساس يكون عندك shaded of gray، أو أبدي عرضه على أساس يكون عندك 2D فيكون عندك بهذه الصورة وهكذا. إذن هذا بالنسبة لتغيير مجال الرؤية. إضافة لذلك أستطيع أنه أعرض الأوبجكت اللي موجود عندي في رؤية خارجية، فعلى سبيل المثال أبدي أختاره بهذا الشكل وأنقر عليه كليك كيمن، ثم بعد ذلك أقول له Object Viewer. أوكي، لما تضغط عليه بهذه الصورة راح يبدي يعرض لك إياه بهذا الشكل فقط اللي أنت قمت بتحديده. يمكن أن أقوم بالضغط على مفتاح Alt، أوكي، أو أنه أضغط بهذا الشكل وأعمل استدارة إليه. أذهب لي الأعلى، أوكي، خلينا نختاره مرة أخرى، كليك كيمن عليه Object Viewer، أذهب إلى الأعلى أبدي أعرضه على أساس يكون عندك ريلايستيك. أوكي، مثل ما تلاحظ عرض لك فقط الطريق، والآن طبعا دي عرضه إليك على أساس يكون عندك ريلايستيك.